إله مع الله قليلا ما تذكرون. ينادوا حسن واتحسونا قالوا بدي جنة. وسمعنا إنه واتحسونا أصلا ربنا ما رزقوا جنة لما مات. والناس ينادوا يقول لا دين الجنة. لو صح هذا السمع أو لم يصح في النهاية ما بدي الجنة يا ناس. البدي الجنة يا الله. لليل الناس بيخلوا نسوان ويمشوا للفكية. بيجاي في فكي بيجاي في فكي مشتري له قريب 12 عربية موقفة. من وين؟ عندك زراعة يا فكي؟ لا لا. ورثة من أبوك؟ ما عنده طرادة. جبتها من وين؟ جابها من نسوانكم ديل. تجي المرأة يقول لها عامل لك عارض كبير وأنت أكبر عارض يا فكي. ولليلة بشرى الدجال هنا. بشرى الدجال ينتظركم تمشوا الشغل يلم النساوين هنا ده. نساوين قال بيقرا له يا كديس راسك مفلوق وعندك طيوق. شيخ برصيصة يا خازو كبير راسك بدون طيوق شكلك زي كديس مخلوق كلب ميت حمار مفلوق يا هاروتي يا ماروتي يا صعلوك يا غنماية جوا السوق. هسه ده قرآن؟ والنسوان قال استحضرا. هسه ده بيخلي زول يستحضر؟ يا كديس براس مفلوق وما عندك طيوق المرة كيد تشتح لي قدامه. والصعاليق الشماشة قاعدين شيلوا المرة يرفعوها مرة يرفعوها فوق ويخطوها برا وديك تجي تشتح برضو قدامه. ما شفتوا انت؟ ده دين يا ناس. اذا كانوا الدجاجلة والفكية والمشعوذين شغالين في البلد دي على قفا ما يشيل كيف ما يكون في عيش؟ كيف ما يكون في وقود وبنزين وجاز؟ بعد شوية نخاف انه الهوى ذاته يقيف يا ناس. طوبوا الى الله عز وجل واتركوا الشركيات دي وحاربوا الدجالين وشيوخ الطرق الصوفية والفكاهة ووحدوا الله والجوا الى الله واستغيثوا وادعوا الله تبارك وتعالى. ربنا قادر يرفع البلاوي فينا في اقل من لحظة في اقل من لحظة. ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والله ما محتاجين لأي زول لكن احنا محتاجين لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده الحاصل. لكن لو آمنا ربنا تمام وحدنا بالله تمام وكفرنا بالقبر وبالقبور اللي بتعبد وبشيوخ الطرق الصوفية والله أمورنا تمشي لقدام. والله الذي لا إله غيره لأنه ده وعد الله والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الله داير مننا حاجتين، دار تاكل تمام وتعيش حياة تمام في رخاء وفي رخصة وأكل تمام وعلاج تمام ولبس تمام. الله قال آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن ده ما بخلوك تؤمن وتتقي بسهولة. يحاربوا الدين يا أخي وينشروا الشرك بالله عز وجل. ناس لليلة بيجوزوا للناس الشرك. يجوز لهم دعاء غير الله يقول لهم تخلوا الله وتنادوا الميتين وأصحاب القبر زي ما قال البرعي. ده كتاب وأنا ما جبت حاجة من رأسي. الصفحة 119 السطر الأول كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ البرعي شيخ الزريبة. قال شنو؟ قال إنابة خب في البلاد نزيل إذا حصل أمر عظيم أو مصيبة في البلد. قال قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال إذا حصلت مصيبة في البلد أوعك تنادي الله أوعك أدعو إسماعيل لأنه ولي. إسماعيل ده المدفون في الأبيض قبته في الأبيض. لو في ناس من الأبيض بيكونوا عارفين الكلام ده. وقبة إسماعيل ده ذاته البرعي قال نادوه خلوا الله. صحيح قبة إسماعيل ده ذاته ربنا سبحانه وتعالى رسل لها هبوبة بس هوا بس ولا مطر ذاته. اتفرتقت وقعت طوبة البرعي قال إذا حصل مصيبة في البلد كلها السودان جد. قال ما تنادي الله نادي إسماعيل ده بغيثك ما الله اللي بغيثك تبا ليك يا البرعي.
طيب ربنا رسل هبوبة، والله موية ما فيها هبوبة، ربنا فرتق القبة كلها الصوفية من البلادة بتاعتهم، بدل ما يقولوا تبنا لله وآمنا ووحدنا قالوا لا ديل الوهابية قالوا رموها، نحن ما رمينا. لكن في النهاية اترمت ولا ما اترمت؟ اترمت. طيب إسماعيل ما مسك ليه؟ لو رموها الوهابية ولا فريق الترجي التونسي؟ في النهاية اترمت ولا ما اترمت؟ اترمت. في النهاية إسماعيل الصوفي ما ثبته؟ ما ثبته. ما قدر يمسكه؟ ما قدر يمسكه. وقعت؟ وقعت. معناته الله قادر ولا ما قادر؟ قادر. ربنا سبحانه وتعالى قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. رمى ليه قبة إسماعيل الولي فارتقى طوبة طوبة، قبله قبة فيها بفروع تحت المكاشفية القادرية المكاشفية، أمشي الليلة شوفها جنوب الخرطوم الجماعة بيعبدوا فيها المكاشفية. ربنا رسل لها صاقعة من السماء فارتقى طوبة طوبة، وأنا ما شفتها والله ما شفتها القبة دي، الطوب ذاته تفرتك يعني ما بتلقى رزمة الطوب كده ملصقة مع بعض واقعة، لا الطوب ذاته تفرتك كأنه جابوا لها بنائين فكها طوبة طوبة، شفت اتفرتقت طوبة طوبة، وجنبها شجرة ضخمة اتحرقت كلها بالنار بتاعت الصاقعة. الجماعة المكاشفية بدل ما يقولوا الله رماها وعشان نتوب ونرجع له ونخلي عبادة الكبب والشرك بالله ونوحد الله ونعبد الله براو، قالوا لا لا الصاقعة كان وقع في الحلة جوا، لكن الشيخ قام فدى ناس الحلة يعني بقى كومارة بشلخة، فدى ناس الحلة وجر الصاقعة وقال غزاها جوا القبة لحد ما فرتقت راس الشيخ وسروال ذاته. يا ناس فهم، ناس زي ديل وعغايد وسخة زي دي، وده الليلة الليلة ما بيخجل من روحه، ده الليلة بيأصل للشرك يا أخي، بيأصل للكفر بالله ولعبادة القبور ولتعليق التمائم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، لليلة بيأصل للشركيات. يبقى كيف حال البلد دي تصلح يا ناس؟ يا ناس ربنا قال، ربنا قال المصايب الحاصلة دي كلها، عيش ما في بنزين ما في جازولين إلى آخره، مصايب دي ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سويتوا براكم، سويتوا براكم. وأخطر مصيبة وأخطر جريمة هي الشرك بالله.